السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. النهاردة جايين لكم فيديو جديد مكانكم. يلا بينا نلف الدنيا. هنلف فين النهاردة؟ بإذن الله هناخد جولة في الحنفيل ونشوف كده أهم الشوارع اللي فيها، وندخل كده ونخرم في الشوارع والحواري والأزقة بتاعتها. زي احنا شايفين كده، احنا في شارع الحنفيل العمومي، قدامنا كده مطاعم أبو راوية. على يمنا كده بانوراما الهنوفيل مول برضو، وكده الشارع الهنوفيل الرئيسي اللي احنا هنمشي فيه وهنخرم فيه، واخره بإذن الله بيكون في بحر. هنظهر لكم الشارع ده طويل جدا وفيه تفاصيل كتيرة، قصت لكم على قد ما اقدر، وحاولت ان انا الم لكم قدر الامكان حاجات مهمة في الشارع، فياريت ما نفوتش فتفوتة في الفيديو، وخاصة الناس اللي حابة تصيف في العجمي في الهنوفيل، يا ريت ما تجريش الفيديو عشان تستفيد بكل حاجة وتعرف المنطقة كويس قبل ما تنزل فيها. ويا ريت ما ننساش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على كل عشان يوصلكوا كل جديد، واكتبوا لي تحت في الكومنت حبيتوا الفيديو ولا لا، وايه اكتر فيديوهات بتحبوها وحابين فيديوهات عن ايه تاني. بس كده يلا بينا نبدا الفيديو. التونيات اللي على يمنا دي بتمشي لحد اخر الشارع لحد ما تودينا للبحر، ولكن طبعا احنا ما خدناش التنيات دي علشان يعني نمشي ونشوف الدنيا بنفسنا ونقف عند كل حتة وكل مكان ونخرم ونعمل الحاجات اللي احنا عاوزينها. والتنية ب3.5 طبعا الاجرة للفرد. يعني هنا خوخ قدامنا 25، في ورق عنب ب7.5، اعتقد 7.5 ده للربع. يعني هنشوف بإذن الله في الفيديو ده من الشوارع اللي هندخلها من جوه، شارع الكومي وشارع الفردي. مش بس كده، كمان هنلاقي مدينة كده زي مدينة فيصل اللي احنا كنا صورناها في سيدي بشر قبلي لو كنتوا فاكرين. هسيب لكم بإذن الله الفيديو في الوصف او الديسكريبشن بوكس. هي زي كومباوند صغير كده منغلق على نفسه، طبعا يعني مش بهايلمان الكومباوند، ولكن فعلا منطقة ظريفة كده مقفولة، منطقة الحجاز او مدينة الحجاز مقفولة كده، تحس ان فيها المباني كلها موحدة او نفس الشكل. بإذن الله هنخلص الفيديو ده الشارع لاخره، وهندخل منه كمان في دخلات كده علشان نتفرج على المنطقة من جوه. طبعا اخره هنبدأ يا اما نمشي يمين او شمال علشان نشوف بقى شواطئ والبحر والكلام ده كله والاماكن اللي فيها بحر. انتظروا بإذن الله الجزء التاني علشان هيكون مهم جدا برضو زي الجزء ده. برضو الملابس اسعارها فرنج ايه هنا، وهنشوف كمان واحنا ماشيين مكان فيه ملاهي كده برضو للاطفال في الشارع ده، فيعني ما شاء الله شارع حيوي مليان. حاجات سادة، لو عايزة حاجة سادة او فين بس كده عايزة ايه؟ مفيش الوان تانية غير كان عندي 130. كان عندي بني والوان وخلاص. اخر واحد عندي ما تفعش اورنج عندي كام؟ انهي واحد ده؟ لا ده توينز على بعضه 835 البيزك اللي تحت. في حاجات كده حلوه قوي ده 360. أسعار حلوة متهاونة. نسبة محمد موسى. الشارع ما شاء الله حيوي ومليان بقى، يعني ملابس، تليفونات، محلات تليفونات، محلات ملابس جميع الأنواع والأشكال. بادي 110، 110، والبادي الكات ب75. تاني بدي كت ب70. بس يا ابني بقى ها
Audio input. سعر كويس جدا برضه. شفتات رجالي عامله 100 اهو كده كده قمصان دي عامله 100 الشوارع والحواري جوه عامل ازاي، وهنخرج من جوه ونطلع تاني على الشارع الرئيسي من بره. ما شاء الله منطقة حيوية جدا. برجر 100، كفتة 100، سجق 120، مفروم 140، موزة 240، بانيه ثاني في عرض بط 100 ولحم مفروم 100، جاموسي 110 وسجق 100 وكبده وكلاوي 112. اكيد الاسعار دي مجمدات، اكيد مش محتاجه لا فصال ولا نقاش. في مدارس هنا برضو، هنا يا عم ما شاء الله مدارس من فوق كل حاجة وكل الخدمات. الملابس برضو أسعارها مناسبة على حسب، يعني في محلات اللي فيها ملابس عالية فيها ملابس أشيك، في محلات اللي فيها ملابس متوسطة. عمرو لسه عنده زينة، وفي فرد لوحده هنا بيعمل 125، وفي جوز بيعمله 150، وفي جوز عندي هنا بيعمله 1200، بس دول مش للبيع. دي 1200 الفراخ برضو. شحن موبايلات وصيدلية وسوبر ماركت، كل حاجة ما شاء الله كفة شيء.
مش عارفه الدخلايه اللي انا دخلتها دي اخرتها ايه، اطلع ولا مش هطلع. خلينا نكمل كده زي ما قلنا. الشارع اللي فات ده كان شارع التوني. عايزين بقى نطلع على البحر، بنركب من الشارع العمومي اللي كنا فيه. كناية نقول له عايزين ننزل عند الجمعية بس كده، ونبقى كده في البحر. ننزل الهنفيل وشوارع الهنفيل. شباب العيلة كلهم متجمعين، وعربيات بقى كتير طالعة عشان العفش والحاجات دي. ربنا يوفق الجميع يا رب. ده شارع الفردي، ولو كملنا فيه كده هنا هيبقى الكومي. الفردي والكومي يعني اخره كده هناك هيبقى الكومي. خلينا مكملين في شارع الفردي في مدارس اللي هو الخاصة اهي. والله العظيم ما
بشر الهنوخيل 2000 من هنا برضو كيد أكاديمي حضانة هنوخيل 2000 وهنكمل بقى كده زي ما احنا ماشيين علشان نوصل تاني الشارع العمومي من بره زي ما كنا فيه أولاً علشان نشوف هنروح فين بقى ولا هنعمل ايه ولا هنبقي ايه ولا هنلفلف فين. يا ريت رجاء تنسوا اللايك والشير واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد وتكتبوا تحت في الكومنت حابين الفيديو ولا لا وايه اكتر فيديوهات بتحبوها حابين فيديوهات من ايه تاني. بس كده يلا بينا نكمل الفيديو. أعبار 010-360-382 أو 010-37-9-11-74 حسن التسويق العقاري 012-894-3513 ولا أعرفهم ولا شفتهم قبل كده ولا أي حاجة بس لقيت التليفونات قلت عشان لو أي حد يحتاجني. طبعا في مخبز زيش هنا بجد ان كل مكان بروح فيه الناس بتكون فاتحين فيه محلات وقاعدين وبيبيع ويمكن حياتهم مثلا من سنين ومش عارفين هم في شارع ايه هم خلاص عارفين هم في المكان ده بييجوا بيفتحوا وبيقفلوا. مستغربة جدا يعني جدا كده الانسان لما بيكون في منطقة مستقر فيها الى حد ما بيكون عارف مداخل مخارج ده اسمه ايه ده جاي منين كده يعني. المفروض ان احنا نعدي الناحية التانية بقى وناخد تنية كده علشان نقول له الجمعية عشان ينزلنا البحر. مش عارفة هل الطريق قصير ولا هو محتاج تنية دي. التوكيد والنور هنا اهو
في الهنفيل. مش عارفه ده استنادا للتوحيد والنور بتاعنا اللي احنا عارفينه اللي موجود فرع في المنشيه وفروع كتير في القاهره ولا لا. طب بص اللي لاحظته هنا في حلواني كذا فرع هنقوله البيتاش، يعني حوالي مثلا 3 محلات ما شاء الله. لقطة اللي شفتها الحلواني آية، وفي بنك الأهلي مصر هو قدامنا. كل الشارع بقى ما شاء الله مليان حلواني برضو بنيجو اهو، يعني حلوانية بتوع محمصة ولبو سوداني والكلام ده، ملابس بقى اكتر الحاجات، سنتر جيلاتي فريسكا، في عيادات برضو اسنان والكلام ده كله. في هنا ده الاندلس والحجاز، زي مدينه كده جوه برضو مقفوله زي مدينه فيصل اللي كنا صورنا لكم. سيبها لكم ان شاء الله تحت في الوصف او الديسكريبشن بوكس عشان بقى ما نغوطش اكتر من كده. في واحد نفسه اتقطع، في تاجير عجل، في حاجات كتيره. هندخل ناخد بصه، مش عارفه هي يعني زي فيصل، هي مدينه كده. وادي برضو في تسويق العقاري، شقق ومحلات شاليهات وفيلات ومنازل اهي قدامنا. خلينا نشوف ما نغوطش، بس هي يعني مدينه كده نفس الشكل المدن ده لوحدها كده زي كومباوند مقفول على نفسه، عامل لها بوابه هو وشياكه. الشمس بقى مش قادره اقول يعني اقول فيها ايه، الشمس خلاص الحمد لله. البحر النهارده كان تحفه، تحفه التحفه ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. المياه كانت فيروزي وصافيه ومنتهى اللمعان والروعه، منتهى السحر. يعني مهما احاول اوصف فيه من هنا لبكره، صورت برضو مقاطع صغيره منه كده انزلها لكم شرط. مهما احاول اوصف عمر ابدا وعمر ما التصوير يجيب المنظر اللي كان موجود في البحر ده. البحر ده محتاج ناس كده يعني بيحبوا بقى البحر كده وعايزين يقعدوا بقى قاعده كده، قاعده كده روقان فعلا، هاديه كده، مش حد بقى مش محتاج اللي هو قاعده في العيال اللي هي تنزل البحر غطى عليها وخد بالك من احمد وامسك سعيد وبلاش لحسن بندق مش عارفه مين والكلام ده كله. لا هي محتاجه قاعده كده، مثلا يقرا حاجه، يسمع قران، يقعد ما يعملش اي حاجه كده، حد يحس بالوضع. يعني حاول اجيب لكم مقاطع من الشارع العمومي الكبير قوي ده على قد ما اقدر. فرع برضو بنك مصر، في فرع بيت الجملة ما شاء الله قدر بالله. النهاردة طبعا الجمعة، الشيخ بيقول في الخطبة بقى الآية اللي هي الآية الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني فعلا الموضوع ده يعني كان مهم جدا ان الشيخ يتكلم فيه، لان في ناس كتير للاسف
مش عارفة بيكون ما عندهاش وعي بالموضوع ده قوي او بتستخسر فيه، مش بتبقى مدركة مدى يعني الموضوع خطير، هو يوم في الاسبوع يعني مينفعش يفوتوا الصلاة وكده. مجرد ما الأذان يقول الله أكبر المفروض إن هما يعني لا يبيعوا ولا يشتروا. مش هتطرق بقى في المواضيع لو كانت بقى سيدة هي اللي في المحل أو كذا، ولكن يعني الأحوط وتجنب مواطن الشبهات إن الإنسان ما يدخلش نفسه في الكلام من بابه وخلاص. هي بتبقى 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة بكثير إن شاء الله وخلاص، لكن مش مستدعية بقى إن الإنسان يبيع ويشتري فيها يعني خلاص. هي مش هيقع عليه يعني ثروة في الساعة دي يعني. أعتقد من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه يعني. في ناس بتتكاسل بقى في الصلاة ذات نفسها يعني، الرجال والشباب بقى اللي بيتكاسلوا أصلا بقى إن هم ينزلوا يصلوا الجمعة، ده موضوع تاني بقى يعني. يعني حرام خالص يا جماعة، حرام تضيعوا على نفسكم الأجر والثواب العظيم ده. هي جمعة مرة واحدة في الأسبوع، مش كل يوم يعني تنزلوا تصلوا الجمعة. فحتى لو الإنسان كان متأخر مش قادر تعبان عاوز ينام هيخطف ركعتين على الأقل، حتى مش لو مش قادر يعني مش شريطة إن هو يسمع الخطبة، ولو إن الخطبة فيها برضو إفادة عظيمة وبيبقى فيها ممكن كلمة تدخل قلب الواحد، ممكن كلمة الواحد يحسها تغير له حياته. على الاقل يخطف ساعتين كده ولا ساعتين ايه؟ الركعتين اقصد، بس كده ما شاء الله المكان مليان بقى يعني، مخبوزات مخبوزات زمان، مطاعم ومشويات ومخبز وكلام من ده. شياكة شياكة يعني، وفي زحمة عارمة برضو، في ألعاب اهي برضو، مش عارفة دي بتفتح في العيد ولا ايه، بتاع اللي بتطلع دي والعربيات اللي بالكهرباء مزحليقة وكلام كله. أكيد محدش هيدخل في الشمس كده. السلسلة في لعب قوية وجامدة برضو من هناك دي. كل ده احنا في شارع الهنوفيل العمومي، فبديت اركب عشان اشوف لو في اي حاجة مهمة، قلت بقى نركب واحنا راجعين. الشارع طويل طول ما شاء الله يعني، مش عارفه من فين لفين بالظبط بس طويل يعني. كمان لقيت فرع كازيون ما شاء الله برضو يعني، ما شاء الله لما في جبنا ماركت وفي كازيون وفي كل الحاجات بتعمل عروض وكده، ولحمه ومجمدات وطيور. و اخر الشارع ده بقى يا اما نمشي يمين كده تبقى شواطئ الجامعيه، يا اما نمشي شمال تبقى شواطئ الزهراء. حلو حلو، شواطئ الجامعيه كلها بتذاكر دخول، شواطئ الزهراء اول تاني تالت شاطئ كده بتذاكر دخول. هنعرف وهنشوف بكام دلوقتي، ولكن
لو مشينا كمان قدام شوية ممكن يبقى مفيش تذاكر. احنا بنحاول نشوف الدنيا فيها ايه. برضو هذه بشاير البحر بدأت تبان كده قدامنا. مش عارفة لو في عربيات من هنا بتحمل القاهرة ولا ايه. في ناس بتنزل على العجمي على طول. مصر رمسيس القاهرة بعد بتنزل بينزلوا بيهم على هنا وبرضه بياخدوهم من هنا. فبتبقى حاجة حلوة جدا ان الانسان اللي جاي صيف بيروح واخد اي شقة بقى كده على البحر يغير جو يومين. وادي برضه قدامه العربيات اللي بتحمل ترجع تاني القاهرة. يعني حلوة جدا بدل ما ينزل في الموقف وبعدين مش عارفة ايه والكلام ده كله. بص بقى كده ادي الدنيا. محتاجين نشوف الاول من بره. خروف كلية الطب قاعد بيعمل ايه هنا. شايفة بقى كده ان احنا ندخل زي ما دخلنا كده. كده احنا داخلين زهراء. لو الجامعة التاني يبقى الجمعية. الجمعية شواطئ والزهراء شواطئ.